بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا غالين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو أحببت أن أقدم لكم بعض المنتوجات التي تباع عند بائع الطيور، خاصة منتوجات الطيور الباجي أو طيور الكناري، فأحببت أن أشارككم هذه الفكرة تحت عنوان المنتوجات التي تباع عند بائع الطيور. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك وأن تشترك إن كنت غير مشترك. المنتوج الأول وهو هذه الآلات، هي كبيرة بعض الشيء وتصلح للأقفاص ذات الحجم الكبير أو لمجموعة السلكة. هي عبارة عن مادة بلاستيكية نقوم بوضع فيها الفلاس أو الزوان أو أي شيء آخر. هناك هذه المادة الأخرى، وهي مادة التي توضع فيها مواد التعشيش لطيور الكناري. هي مادة بلاستيكية أيضا، نقوم بفتحها ووضع مواد التعشيش الكناري في الداخل، ثم نقوم بتثبيتها في القفص من الأعلى أو من الجانب على حسب ما تفضلونه أنتم. صراحة هي أداة جميلة جدا. المنتوج الثاني، وصراحة يعني جميع المشتركين في القناة وعائلتي الغالية يعرفون انها مشربية، تكون على هذا الشكل، اما طويلة او قصيرة لوضع الماء الكثير او الماء القليل. مكان وضع البيض سواء النصف او الربع على حسب ما تفضلونه، أقوم فقط بوضع البيض أو أي شيء آخر فيه، يثبت بهذه الطريقة من بين الأسلاك. شأن وشأن هذه الأداة الأخرى الشبيهة لوالا بيضة كاملة. الأداة الأخرى هي شبيهة بالأداة السابقة الذكر، مثل هذه الأداة. نضع فقط مواد تعشيش أو الخص غير أن هذه الأداة توضع في مكان في خارج القفص على هذا الشكل، مع وضع كما قلت الخص أو مواد التعشيش. العش الداخلي، هناك نوع خارجي والداخلي، وهذا داخلي يتكون من هذه المادة البلاستيكية والأداة البلاستيكية بعد تثبيت الأخرى ووضعها في داخل القفص، ويفضل أن تضع في جانب القفص الأعلى، الجانب الأيمن أو الأيسر، المهم الجانب، لا تضع في الوسط، لا تضع على هذا الشكل. Thank you.
كما قلت هناك عش خارجي وعش داخلي، هذا هو الخارجي. نفس العش الداخلي يتكون من طبقتين، طبقة من الدوم، وهذا هو الشكل. نقوم بوضع عش الدوم في الوسط، ومكان تعليق هذا العش هو في خارج القفص في الجزء الخارجي، ولا بد أن يكون عندك هناك باب جانبي أو تقطيع الأسلاك. هناك أيضا تباع هاتي المجاتم أو المجتم، مجاتم بلاستيكية هي التي فقط توصلت بها بعد تنظيفها ووضع قطرات الفاش فيها، ثم تثبيتها في القفص إما الجانب أو في وسط القفص. الأداة التي تشاهدون الآن تستعمل للطيور التي تربى في مجموعة السلاكة، هي على هذا الشكل. بعدما نقوم بثني هذا الجزء السلكي كي تثبت جيدا في مكان مجموعة السلاكة، وتصلح أيضا للأقفاص الكبيرة. المشربية الطبية كما قلت تكون على الشكل، مكتوب عليها إستيا. وهناك بعض المشربيات المقلدة، وأخيرا وليس آخرا هذا النوع من المأكلة البلاستيكية شبيهة بهذا النوع لكنها صغيرة حجما، نفس العملية. كانت هذه بعض المواد التي تباع عند بائع الطيور، وأحببت أن أشارككم فيها يا غاليين. شكرا على الدعم القوي، شكرا على اللايكات، وشكرا على التعليقات الرائعة. إن استفدت من هذا الفيديو لا تنسى دعمي بلايك وأن تنشر المقطع في مواقع التواصل. في رعاية الله.